السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم معايا من جديد في قناة حنونة. اليوم غنوجدو البسبوسة كما كتشوفوا، انا موجدة المقادير. عندنا جوج خمارات، كيس فاني، كاس سنيدة، كاس زيت، كاس ديال الكوك، دانون فاني، جوج كيسان كنعبرهم ديال السميدة الرقيقة، وعندنا ثلاثة البيضات. نبداو على بركة الله. نجيب الإناء ديالنا، نضيفو كيس السنيدة، كاس ديال الزيت كنكونو عابرينو، نفس الكاس اللي كنعبرو بيه السنيدة كنعبرو بيه الكوك وكلشي. كنضيفو الياغورت ديالنا، كنضيفو معاه الساشيه ديال الفاني، كما كنخلطو مزيان كنزيدو كاس ديال الكوك اللي كنكونو عابرين حتى هو، كنزيدو جوج خمارات، نزيدو عليهم هدوك جوج كيسان ديال السميدة الرقيقة، بعد ما كنسالو الخليط ديالنا كنجيبو المول اللي غادي نوضعو فيه البسبوسة، بعد ما كنوضعوا البسبوسه ديالنا في المول فاحنا كنديروها في الفرن حتى تحمر، بعد ما كنصيفطوا البسبوسه ديالنا الفرن كندوزو باش نوجدوا السيرو باش تسقع. السيرو كنحتاجو فيه 3 معالق ديال السنيده وكاس ديال الليمون، كنوضعوا كاس الليمون ديالنا هنايا، كسرون ديالنا مع 3 معالق ديال السنيده، وكنوضعوهم على النار مدة 10 دقائق. كما كتشوفو ها السيرو ديالنا وجد، فاحنا كنسقاو بيه البسبوسة ديالنا. بالنسبة إلى كانت البسبوسة باردة فضروري خاصو يكون السيرو سخون، وإلا كانت سخونة السيرو خاصو يكون بارد. كما كتشوفوا هي كتشرب دغيا،
بعد ما كنسقيوها وحنا كنزينوها بالكوك، بعد ما انتهينا التزيين احنا نقطعوها، فهي كتجي رطبة كما كتشوفوا هالبسبوسة ديالنا وجدات. كنتمنى الحلقة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم، وللمزيد من الوصفات الجديدة تابعوني على قناة حنونة، ونرجو الضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم أي جديد ديالي. وبالصحة والراحة، وبسلام عليكم.